بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنبتدي أول محاضرة Anatomy and Embryology في موديول Musculoskeletal 1. معاكم دكتورة منارة علي فريد. هنبتدي محاضرات Musculoskeletal 1 هتتقسم لجزئين، جزء Development of the Limb وجزء التاني هنبتدي نعرف الأناتومي اللي related للMusculoskeletal System of the Upper Limb and Thoracoabdominal Walls. والبداية Limb Development. Development of the limb، أما أجي أحط بلان كده هبتدي عايزة إيه أطلع من المحاضرة دي بإيه. أول حاجة أعرف هو حصل إمتى، حصل إزاي، هل في فرق بين الأبر واللور limb في development ولا لا، ولو في إيه هو، إيه هي congenital anomalies اللي ممكن تقابلني، إزاي أعمل لها detection، وإيه explanation of each one. لما نيجي نتكلم عن development of the limb هبتدي أفكر هو السورس جاي منين. السورس هيجي من إكتوديرم، ميزوديرم أو إندوديرم، زي أي ستراكشر موجود عندنا. وعلشان أعرف هو السورس جاي منين بالظبط هبتدي أشوف طب هو الليمب بيتكون من إيه. المين كومبوننتس عندي سكين، ماسل، بون. السكين الإبيدرمز كان جاي من الإكتوديرم السورس بتاعه، الديرمز من الميزوديرم، الماسل والكوندروسايت والبون من الميزوديرم. وبالتالي الستراكشر اوف limb development السورس بتاعه جاي من ectoderm and mesoderm. ده التارجت بتاعي اللي انا عايز اوصل له، ال well developed limb. ليه؟ عشان يقوم بproper function معينة، يتكون من arm for arm and hand في ال upper limb، او thigh و leg و foot في ال lower limb. البداية من هنا الستراكشر ده، الستراكشر ده اسمه limb bud، سواء upper limb bud وهنبتدي نعرف بعد كده ايه limb bud ده وعبارة عن ايه وكون ازاي، او lower limb bud. ابتدى يحصل له elongation بطريقة معينة لغاية ما يوصل للينث معين عشان يقوم بالproper function اللي احنا عايزينها. الonset، القصة ابتدت في نهاية الفورث ويك اما تكون structure اسمه limb bud. تعالوا نعرف الأول فكرة البادنج دي عموما بصفة عامة. فكرة البادنج دي هتحصل إمتى؟ إمتى يحصل البادنج ده؟ تبرم ده هيحصل لو الستركشر الكور ده حصل له بروليفريشن وبالتالي بدأ يرفع الكفرنج الفوقي، هيحصل ساعتها البادنج. لو قلت إن ده الليمب باد هيبتدي يحصل بروليفريشن هنا ويرفع الكفرنج اللي موجود هنا، وشوية شوية يحصل elongation للlimb bud. طيب مش احنا قلنا ان الlimb bud بتتكون ان لازم يكون حصل proliferation في الكور هترفع الكفرنج. هو الكور هنا في الديفولبمنت عندي ايه؟ الكور هنا ميزوديرم والكفرنج بتاعي اكتوديرم. فتعالوا نبص هنا ونركز، هنلاقي ان هنا دي خلايا الميزوديرم. الميزوديرم بدأ يحصل بروليفريشن فيه يرفع الكفرنج اكتوديرم يكون الستركتشر اللي اسمه limb bud. الستركتشر اللي اسمه limb bud ده لو حبيت اعرفه هو mesenchymal core localized proliferation mesenchymal core covered by ectoderm. طب هو mesenchymal core ده معمول من ايه؟ ميزوديرم. طب ما احنا عارفين ان الميزوديرم الانترامبيرينك ميزوديرم كان عندي بار اكزيال وانترميديت ولاترال بليت، يا ترى هو جاي منين؟ ده اللاترال بليت. هنلاقي الخلايا دي اللي كونت لي الليمب باد جايه من الجزء ده. ايه الجزء ده؟ الجزء ده هو البارايتال لاير اوف لاترال بليت ميزوديرم، ده الاساس، وشويه مايجريشن من الادجيسنت مايتو. ابتدى يحصل بروليفريشن هنا في الميزوديرم، رفع لي الاكتوديرم اللي فوق، كون لي الليمب باد، ودي كانت في نهاية الفورث ويك. ده زوم اكتر على الصورة اللي فاتت، ده الميزوديرم اللي بدأ يحصل بروليفريشن ليه اللي جاي من اللاترال بليت ميزوديرم، وعشان نبقى ادق من السوماتيك لاير او البارايتال لاير اوف لاترال بليت ميزوديرم ومن الادجيسنت مايتو. ابتدى يرفع لي الكفرنج اكتوديرم. تاني ده الليمب باد،
موجود زي ما احنا شايفين على الفنترولاترال اسبكت، بدا يحصل بروليفريشن للميزودرم ترفع لي الكفرنج اكتوديرم. لو قلت لكم ان ده الليمب بود وده الميزودرم وده الكفرنج اكتوديرم، احنا محتاجين ان الليمب بود ده يحصل له الونجيشن بطريقه معينه. تعالوا نشوف مع بعض الالونجيشن ده هيحصل ازاي. في المكان ده اللي انا ماشي عليه بالماوس، في المكان ده ابتدى اللي هو جزء من الاكتوديرم ابتدى يحصل له سيكننج، عمل ريدج، فحصل سيكننج فين؟ في الاكتوديرم. في كل الاكتوديرم ولا في جزء منه عند الايبكس؟ لا، عند الايبكس، فسميته ايبيكال اكتوديرمال ريدج. الايبيكال اكتوديرمال ريدج دي هي بدايه الاستيمولس اللي هتبتدي تعمل استيميليشن للاندرلاينج ميزوديرم عشان يحصل له بروليفريشن وكوندنسيشن وديفرنشيشن ويبتدي يديني المصل والبون. ابتدت الايبيكال اكتوديرمال ريدج تعمل استيميليشن للاندرلاينج ميزوديرم، حصل بروليفريشن وكوندنسيشن وديفرنشيشن عشان توصل لي للبروبر ليمب. ملاحظين ايه؟ ده الارم، ده الفور ارم، هنا الهاند. ملاحظين ان الهاند مور ليس فلات، فلازم يحصل شويه موديفيكيشن في الليمب بود عشان تديني في الاخر الاستراكشر الويل ديفلوبد ليمب. ده الليمب بود، ده التيرمينال اند بتاع الليمب بود. بدا يحصل لها فلاتنينج امتى؟ في السكس ويك. ليه يحصل لها فلاتنينج؟ التيرمينال بارت، نهايه الليمب بود يحصل لها تبقى فلات. ليه؟ عشان تكون لي الهاند او الفوت، حاجه اسمها هاند بليت او فوت بليت. بس في حاجه، انا عندي الابر واللور ليمب، الهاند سواء الهاند او الفوت، في فينجرز او توز، الديجيتس دي سيباريتد عن بعض. طب انا عايزه اوصل التيرمينال بارت بتاع الليمب بود انه يكون لي في النهايه الديجيتس. مش بس كده، انا عايزه الديجيتس تبقى سيباريتد عن بعض. هيحصل ايه؟ احنا اتفقنا وانس ان الابيكال اكتوديرمال ريدج موجود وبيشتغل وبيأدي وظيفته صح، هيبتدي يعمل استيميوليشن للاندرلاينج ميزوديرم. طب لو وقف، مش هيعمل الاستيميوليشن للاندرلاينج ميزوديرم، مش هيحصل البروليفريشن والكوندنسيشن والديفرنشيشن اللي هيحصل في الميزينكايمال سيل. فتعالوا كده نشوف مع بعض. دي الليمب الفود الهاند بليت. الهاند بليت التيرمينال بارت بتاعها بدا في اماكن منها الابيكال اكتوديرمال ريدج تبقى سليمه عادي والديفلوبد وتعمل استيميوليشن للاندرلاينج ميزوديرم عشان يحصل بروليفريشن وكوندنسيشن ودفرنشيشن يديني البون والريليتد ماسل. وفي اماكن تانية بدا يحصل لها سبريشن، وبالتالي مش هتديني مش هتعمل استيميوليشن للاندرلاينج ميزوديرم. ابتدى يحصل الاستيمولاس دي فين؟ في خمس اماكن. ليه؟ عشان يدوني الخمسه فينجرز اللي موجودين في الهاند او الخمسه توز في الفوت. طب في حاجة تانية، مش هنا لسه موجودة عندي ميزوديرم اهو بين الفينجرز؟ الميزوديرم ده أنا عايزاه يبقى سيباريتد، مش عايزاه يبقى موجود، أنا عايزة الفينجرز هنا سيباريتد عن بعض. عشان ما يبقاش موجود هيحصل سيل ديس، الخلايا اللي هنا هتموت، هتموت بطريقة ممنهجة اسمها أبوبتوزيس. تاني هيحصل ابوبتوزس في الانتر ديجيتال اريا. ليه؟ الهدف منه ايه؟ الهدف منه ان يحصل سيباريشن في الفينجرز او التوز، ما يبقوش فيوزد مع بعض. تاني هنا التيرمينال بارت اوف هاند بليت بدا يحصل في الجزء ده الابيكال اكتوديرمال ريدج تعمل استيميوليشن للاندرلاينج ميزوديرم، فيتحول بعد كده الخلايا والمصل والبون، وفي اماكن تانية يحصل لها سبريشن وهيبتدي يحصل سيباريشن بين الفينجرز عن طريق الابوبتوزيس اللي هي بروجرامد سيل ديس. السؤال، هل في فرق في الديفلوبمنت بين الابر واللور ليمب؟
علشان نجاوب على السؤال ده تعالوا نشوف الاول، هو الاناتومي بتاع الابر واللور لمب في الادلت مختلف ولا لا. تعالوا نشوف مع بعض الاختلاف بين الابر واللور لمب في الاناتوميكال بوزيشن. هنلاقي هنا الثمب موجوده لاترالي، نما البيك تو موجود ميديالي. تعالوا نشوف اختلاف تاني بين الابر واللور لمب في الموفمنت. لو جيت اعمل فليكشن اوف ذا البو هلاقيني بعمل موفمنت فورورد، على عكس لما اجي اعمل فليكشن اوف ذا ني هلاقيني بعمل موفمنت باكورد. ده معناه ايه؟ معناه ان الفليكسورز اوف ذا ابر لمب موجوده في الفرونت في الانتيريور كومبارتمنت، على عكس الفليكسورز اوف ذا لور لمب موجوده في البوستيريور كومبارتمنت. الاختلافين دول هيبقوا مهمين جدا على مستوى الانترايتراين ديفرنس اللي عندي. الاختلاف هنا عندي في الابر واللمب واللور لمب في الديفلوبمنت بيعتمد على ايه؟ على حاجتين مهمين. اول حاجه التايمنج، تاني حاجه الروتيشن. تايمنج يعني ايه؟ يعني في اختلاف في ظهور اللمب بود، الابر لمب بود عن اللور لمب بود في التايمنج بتاعه. ده الابر لمب بود بيحصل بدري شويه عن اللور لمب بود بحوالي يوم او اتنين. طيب روتيشن، هو الروتيشن انا عايزه اوصل لايه؟ انا عايزه اوصل ان الثمب ده يبقى لاترالي، ما هو ده الاناتوميكال بوزيشن، وعايزه اوصل ان البيك تو يبقى ميديالي. وبالتالي عشان اعمل كده، عشان يحصل كده، لازم يحصل روتيشن للابر لمب انترايوتراين، يحصل روتيشن لاترال. وعلشان يحصل هنا في اللور لمب ان البيك تو يبقى هو اللي ميديالي، هيحصل روتيشن لللور لمب انترايوتراين ميديالي. ده هينتج عنها ان الفليكسورز موجوده في الفرونت اوف ذا ابر لمب والاكستنسورز موجوده في الفرونت اوف ذا لور لمب. تاني هنا عندي ابر لمب اند لور لمب، عايزين نشوف الديفرنس اللي بينهم. هيبتدي يحصل روتيشن في الابر لمب لاترالي عشان نوصل في النهايه ان الثمب يبقى موجود لاترالي في الاناتوميكال بوزيشن، وهيبتدي يحصل روتيشن في اللور لمب ميديالي عشان يبقى البيك تو موجود ميديالي في الاناتوميكال بوزيشن في الادر فورم. مش بس كده، الفليكسورز اوف ذا ابر لمب موجوده في الفرونت في الانتيريور كومبارتمنت، على عكس الفليكسورز اوف ذا لور لمب موجوده في البوستيريور كومبارتمنت. ده هيبتدي يوضح لنا سمري للي احنا قلناه، ايه هي الستيجز اوف لمب بود ابييرنس اند الونجيشن. بدأ يظهر الأبر لمب بود، وملاحظين الفرق في التايمينج بين الأبر لمب بود واللور لمب بود. هيبتدي يحصل إلونجيشن في اللمب بود المسؤول عنها الإبيكال إكتوديرمال ريدج. التيرمينال بارت أوف ذا لمب بود هيبتدي يبقى فلاتند عشان يديني هاند بليت أو فود بليت. في بعض الاماكن الابيكال اكتوديرمال ريدج هتستيميليت الاندرلاينج ميزوديرم عشان تديني المسل والبون والمسل ريليتد الديجيتس، وفي اماكن تانية هيحصل لها سبريشن، والميزوديرم اللي موجود في الانتر ديجيتال اريا هيبتدي يحصل له سيل ديس عن طريق الابوبتوزيس. ليه؟ عشان يحصل سبريشن بتوين ذا فينجرز. يبقى الفرق الاول قلناه في الاب بين الابر واللور لمب التايمنج، وده شفناه. هنشوف فرق تاني اللي هو الروتيشن. الروتيشن بين الابر واللور لمب، قلنا اتفقنا ان الابر لمب هيحصل له روتيشن لاترالي واللور لمب يحصل له روتيشن ميديالي زي ما احنا هنشوف دلوقتي. ابر اند لور لمب حصل الونجيشن. الابر لمب هيحصل له روتيشن لاترالي، واللور لمب هيبتدي بعد كده يحصل لها روتيشن ميديالي زي ما احنا شايفين.